لا نملك إلا خوض هذه الحرب ولا نملك تجنبها حتى لأننا وجدنا أنفسنا فيها. في هذه الحرب بطبيعة الحال تتحلنا الوزارة بمهام خارجة عن اختصاصاتنا، وتسند المهام التي من حقنا أن نزاولها باعتبارنا من ذوي الاختصاص في الإدارة التربوية ممارسون لهذه المهام. فمن حقنا أن نلج إطار أطر تفتيش في الإدارة التربوية، من حقنا أن نزاول تكوين في الإدارة التربوية بشكل رسمي ومعوض عليه أن ندرس في مراكز تكوين، لا أن نعمل في الخفاء حيث نستقبل المتدربين ونقوم بتكوينهم في ظل وضعية يتقاضى فيها الأجرة عن تكوين أشخاص آخرون لا نعرف ما هي اختصاصاتهم. إذن الوضع حرج ودقيق جدا، وهذه المحطة التنظيمية يعني هي أمل وتفاؤل من أجل رص الصفوف، من أجل البداية من جديد ومواصلة الكفاح والنضال ضد كل من يريد أن ينال من هذه الفئة، سواء من خارجها أو من داخلها، كل من يريد أن يشتت هذه الصفوف، كل من يريد أن يجعلنا نعمل في ظروف لا تحترم كرامتنا. من أجل إصلاح هذه المدرسة لا بد من يعني أن نتضامن وأن نحارب الإرادة السياسية الغائبة بل والمسرعة على تخريب هذه المنظومة التعليمية. وتحية نضالية للجميع وشكرا. تبني مستقبل هذا البلاد، لكننا نصطدم بخروقات، بانتهاكات، بضربات واحدة والأخرى تتنزل علينا بمذكرات، بمراسيم، بمقررات تهيننا، تنال من كرامتنا، تحرمنا من مكتسباتنا التاريخية، تضيق علينا. لا نجد ولا نملك إلا أن نخوض هذه الحروب ضد وزارة لا تحترم المذكرات والمراسيم المنظمة لمهام الإدارة التربوية، تصر على خرق القانون بشكل سافر كلما أضربنا، كلما خضنا إضرابا أو اعتصاما أو شكلا نضاليا.